لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. كيف حالك؟ السلام عليكم حبايب الكرام، ابشركم والله اني ابتعد منان لا تنشغلوا والله، وطيب مدينة رسول الله عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم، وادعي لكم كلكم الله الله يجعلنا وياكم زيارتكم قبل الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله يا أخويا سيف والله ما هزت فيها شعرة كورونا، إنها جندي من جند الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله يجعلنا من جنده. والله يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. طبعا كورونا هي تأديب للكفار وأرجوع للمؤمنين، وأنا والله ما أثر فيها إلا أمر واحد. تدري أنا 28 سنة يا سيف، 28 سنة وأنا عندي كل ملخص 28 سنة ثلاث حسرات، والحسرة ألم نفسي تعتبر عذاب عند الله سبحانه وتعالى. بس للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عجبا لأمر المؤمن. ترى النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار ما تعجب، ولكن تعجب من أمر المؤمن، إن أمره له خير، فإذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر وكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وقال ما أصاب المسلم من هم ولا غصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به خطاياه. لكن اللي أرعبني وفجعني يا أخي، ننام ونقوم على خبر، ننام فجأة يقولوا أغلقوا الحدود، ننام فجأة نقوم يقولوا أغلقوا الحرم الطواف، شوية أغلقت العمرة، يا الله شوية أغلق الإفطار في الحرم، كله أمنيات لأجل لا يتضررون كثير من الناس. لكن هذا ألمني كثير. أنا عندي ثلاث حسرات في حياتي. الحسرة الأولى أني ما أقدر أسجد الآن سجدة، من 28 كنت أمتلك أني أقدر أصلي وأقف بين يدي الله وأسجد، لكن أسأل الله ما يكون صرفني وبدلني بغيري. الحسرة الثانية أني أقلب ورق المصحف، الآن ما أقدر أحك وجهي والمصحف ما أقدر أقلبه، وكثير من الناس هاجرين للقرآن وما يدخلون المساجد، يفتكروا أنهم بكيفهم. انتبه يا أخي تجيك حسرة. الحسرة الكبرى يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال الله وأنذرهم يوم الحسرة. الحسرة الثالثة وادي في جهنم أشد عذاب أهل النار. انتبه يا أخي في الله، وهذه تربية لنا يا شيخ. الآن اللي جزاء الله خير حكومتنا احتياطات أمنية خوفا من انتشار المرض على المواطنين والمقيمين، أغلقوا التجمعات، أكبر تجمع يصير عند الكعبة. هذا نظري لنا أنه احترازات أمنية، لكن هو قد يكون حرمان من الله لي ولك، قد يكون الله اللي صرفنا عن آياته. فهذه تربية كبرى للدعاء وللمشايخ وللعلماء، يقولوا له يا أخي روح سوي أمره، يا أخي متى آخر عهدك بالحرم؟ يقول لا لا خلي المعتبرين يعتمروا، إحنا كأنه إيمانك فل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هي روح الآن عمره، الآن قد يكون الله حرمنا، لكن نصحى باب الحرم أغلق، نصحى العمره أغلقت، نصحى باب التوبة أغلق. انتبه يوم ما تقوم تلاقي الشمس من المغرب، ارجع إلى الله. والله ما أقولها إلا لي حتى لا تكون حسرة عليك. توبوا إلى الله. أبشركم أنا بخير ونعمة، وما ينقصني إلا محبتكم والدعاء لي ولجميع مرضى المسلمين. مر علي وعكة بسيطة وما خوفني إلا
أن لا يحرمني الله من رمضان. الله يبلغني وإياكم رمضان واجعلني من المقبولين من أول ليلة أنا وأنتم، لأنه هذا الشهر شهر التصفية. أغتنم الفرصة، اتق الله فيما بقي، يغفر الله لك ما مضى وما بقي، من بينه وبين أخيه قطيعة رحم فليصلها، من مزعج أمه يصالحها ويرجع يقبل رجلها، من عنده حقوق حق الناس يردها، من بينه وبين الله معصية يجدد إيمانه ويتوب عشان لا يأتي الموت بغتة فجأة يأتي الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، استودعكم الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم. السلام عليكم. كيف نقدر نصبر على ابتلاء الله عز وجل؟ الحمد لله، آية في كتاب الله وحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. الآية تقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا الله. والحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. لا إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. كيف مرت 31 سنة وأنت مشلول؟ اكتشفت أني كنت ميت فأحياني أنا. لكن أسألك سؤال، تقول عبد الله بنعمة، ماذا تنتظر من هذه الدنيا؟ أو هل تنتظر شيء من هذه الدنيا؟ طبعا أولا جزاك الله خير، سؤال مرة جميل هذا، أول مرة أسأله. يا سلام. طبعا أنتظر فرج الله ونصرة الإسلام والمسلم. يا سلام. أنه الله يقول أنا عندي حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. طبيا في المستشفى ميت 4 مرات، في كسر الرقبة اللي انكسرت رقبتي، لما طلعاني من المسبح جلست ربع ساعة تحت الماء، المفروض أكون ميت، المفروض 4 دقائق تحت الماء يموت الإنسان دماغيا. وداني المستشفى جلست 25 يوم، دكاترة يقولوا نسوي عملية، دكاترة يقولوا لا. سوالي عملية بعد 25 يوم، وجدوا صديد في رقبتي، قالوا لو جلس 3 أيام يموت، تصير له غرغرينة. سبحان الله. بعدها فتحوا لي فتحة في الأكسجين في حلقي، ما تنفس إلا بالأكسجين. هذا كله سبحان الله وراء نجاني الله منه بأمر عجيب. أول ما نطيت في المسبح انكسرت رقبتي، أحرك جسمي ما يتحرك، الحمد لله أني ما فقدت الوعي. سبحان الله، كان عندي إلهام من الله ورحمة من الله، لأنه الكسر اللي في رقبتي لو كان في جمل يمكن أغمى عليه، أقسم بالله. الدم يطلع من أنفي على طول، أبغى أتحرك ما في. مر علي شريط حياتي كله 19 سنة، كل والله من أنا طفل صغير وأنا أحبي وأنا أمشي وأنا ألعب وأنا أعصي الله، ذنوبي كلها مرت. أمر مرعب، أكرمني الله بأمر ولعله يكون عظة وعبرة، ولعله يكون ذكرى. احنا اليوم في امر تفاؤل. تفاؤل صح؟ صحيح. مر علي امرأة عجوز كنت اعطيها صدقة. الله اكبر. الوالد عنده مطعم، تعلمنا منه امر عجيب. انا كنت اجلس معه واحنا صغار، كان خرجنا المطعم، اخرج يا اولادي نشوف ابويا يجي واحد مع عازم ناس، ينظر في وجه الرجال ما معه فلوس، يقول له روح خلاص محاسب. تجي امرأة عجوز من اللي يلموا العلب الحجات، معها 2 ريال، نفسها عزيزة، تبغى تشتري فول وتميس، أبويا يعطيها الفول والتميس ما يأخذ منها، تجلس تدعي له وتبكي. ما شاء الله. السلام عليكم. أقدام قوم المؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله لاحقون. نسأل الله لنا ولكم.
ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله. السلام عليكم دام دوم المؤمنين انت والسع بقول ونحن ان شاء الله طريق ما شاء الله.